يبدو انه يتصور انه الناس كل كيف كيف وانه ديما باش ينجح. انا ملوم عليه انه المره هذه بالذات بلغه قانونيا اكد له انه الادرس بتاعه غلط على الاخر. اليوم صبينا قضيه عدليه بالمنظمه ولا بالشخصيه؟ لا برئيس المنظمه. رئيس المنظمه بس. ونجم نعطيك او حتى الوحده باش ما نوريش كاني بالعاني ما نجموش ننشروا هكا موجوده هذا العدد القضيه هذا عدد ما غير ما تقولوا غير ما نقولوا هكا موجود ثابت علينا السيد وكيل الجمهوريه المحكمه الابتدائيه بتونس فوالا وهاو القضيه بالضبط التاريخ ويعني الاسماء اسم رئيس المنظمه وعدد التضمين وعدد التضمين واضح لا واضح موجوده هذه القضيه الاولى والقضيه الثانيه اللي باش ان شاء الله غدوه او بتيتار نهار اثنين باش نقدمها بها انا كشخص لان هما قالوا مستحيل الجامعه تقدم قضيه. هي تو تصور انا رئيس جامعه وانت تعرفني جامعة نجي ندخل في التلفزه ونقول له باش نعمل قضيه غدوه وقال لي نتحداك. طبعا انا باش نمشي للتلفزه حاجتي نقول نقدم قضيه وبعد نبطل. والا انا اليوم نعرف روحي الجامعه عامله خلل ونمشي نقدم قضيه نبربش على روحي. القضيه الثانيه في شنو؟ القضيه الثانيه البارحه غلطت غلطه اخرى. عمل استاتيو قال وديع الجري يشري في الصحفيين والمنابر العالميه. معناها نجم يكون حشاش هذا في 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 الفيسبوك بتاعه في الفيسبوك بتاعه وعملنا معاينه على طريق هذا المنفذ وما عليك ان يثبت يا اخوي كان انا نشري فيكم حشيك وحشيكم وفي المنابر العالميه يجيب ما يفيد اذا كان هو ما جابش ما يفيد يتحمل مسؤوليته قدام القضاء. شوف احنا عدينا فتره طويله يسبنا ما نشكيوش نسيتي الامور لازم شوي صرامه. والله مواطن ما يعرفش ولا انسان بعيد في فيسبوك بتاتر عمره 14 سنه 17 انونيم بارفوا تعديه. اما هذا رئيس منظمه ولا شخص معين ولا عنده مسؤوليه معينه يبدا يتهمنا جزافا هكاك ويتصور انه هو هالباق هذه نتاع سب وما يجرى لك شيء وفي الاخر ما يصير شيء. لا ديزولي نجمو نتغافلوا مع انسان صغير في العمر مع انسان وعمري كان شكيت انا قبل اول شكايه كانت في عندي شهر توا وهذه الثانيه. لكن انت كي توصل تقول ودي اجري يشري في الصحفيين الرياضيين ويشري في المنابر الاعلاميه ما يصيرش يا اخويا. هو متامن وانت متاكد ان الباج نتاعو البروفيل نتاعو بيان سور ولاد الحلال دكتور هذا مقام بالنسبة لا عاد انا ما تعرفش ما عنديش حتى فيسبوك معناها فهمني ولكن ما عليك ان يثبت الشيء هذا كيف بالنسبه للجامعه شكيت وهذا النمر التضمين يا اخوي هو قال انتم راهو رسلتم وزاره المالية وصرت وزارة كذا كذا على أساس أنه طلبنا إعفاء جبائي للمزود هذا وأن المزود هذا يبيع باسم ما عليه كان يجيب مثيل ما عليه كان يثبت هو ما عليه كان يثبت وإحنا عندنا إثبات العكس بالدليل والبرهان. علاش ما علاش الدكتور الإثباتات اللي عندكم ما ظهرتهمش للصحافة ربما لا ما تحبوا تهزهم كان القضاء لا نهزوا كان القضاء أو توكا إحنا عملناه الكونفيرونس دو بريس صححنا دونك إحنا عملناه قدام الصحافة ولكن تولت قضية وبالتالي ما عادش نعطيك حتى سلاح من سلاحاتي ديريكت للقضاء ما قضاء وبرا يا اخوي اثبت انت ما يفيد وعند الاقتضاء عندنا ما يثبت وخلي كل واحد يتحمل مسؤوليته.